السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية، نبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية يوجه بمحاربة الظواهر الدخيلة في المهرة والاهتمام بالخدمات والتنمية. الجيش والتحالف يدكان مواقع وتعزيزات ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية في نهم ومصرع العشرات في الجوف. الحكومة ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بدعم وحدة اليمن وتجديد عقوبات المهددين لأمنه واستقراره. أستهل النشرة، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي إن الشرعية تعمل مع الجميع لتحقيق تطلعات السلام مهما كانت الصعوبات والتعقيدات. جاء ذلك خلال استقباله وزيرة خارجية مملكة السويد آن ليند والوفد المرافق لها. وأكد رئيس الجمهورية إن المتمردين الحوثيين لم يجنحوا للسلام مطلقا ولا رغبة لديهم بذلك، وأشار إلى أنهم يناورون بالحديث عن السلام من أجل تحقيق أهداف وغايات يكسبون من خلالها الوقت للإعداد لمعركة جديدة، كما هو حاصل اليوم في حربهم الشاملة في محافظات مأرب والجوف وتعز وصعدة والضالع والبيضاء وغيرها من المحافظات. وثمن رئيس الجمهورية المساعي والجهود الحميدة التي بذلتها ولازالت تبذلها مملكة السويد في سبيل تحقيق السلام والاستقرار المنشود في اليمن عبر متابعتها المستمرة وحرصها على تنفيذ اتفاق السويد الذي رعته بين الحكومة الشرعية وميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية. وجه الرئيس عبد الرب منصور هادي بمكافحة الظواهر الدخيلة على محافظة المهرة وإلى الجوانب الخدمية والأمنية والتنموية الأولوية القصوى في جدولة أعماله. وأكد عقب أداء محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر اليمين الدستورية على أهمية تضافر مختلف الجهود وتوحيد لحمة الصف للارتقاء بأوضاع المحافظة نحو الأفضل وتحقيق الاستقرار المأمول. وقال رئيس الجمهورية إن محافظة المهرة من المحافظات المشهودة بالسكينة والأمن والاستقرار والسلام وستظل كذلك على الدوام. من جهته أكد محافظ المهرة أنه سيبذل قصارى جهوده مع كل المخلصين من أبناء المحافظة في تحقيق كافة التطلعات وإرساء معالم التنمية والأمن والاستقرار المنشود، معتبرا توجيهات رئيس الجمهورية أولويات برنامج لعمله القادم. دكت مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات تحالف دعم الشرعية اليوم الأربعاء تعزيزات ومواقع تتمركز فيها ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء. وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت أطقما قتالية كانت تحمل تعزيزات بشرية لميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية في مواقع متفرقة بمديرية نهم، وأسفر القصف عن تدميرها ومصرع جميع من كانوا على متنها. وفي السياق، شنت مقاتلة التحالف غارتين جويتين على مواقع الميليشيا الحوثية جنوبي غرب مديرية نهم، مخلفة عددا كبيرا من القتلى والجرحى وخسائر أخرى في العتاد والآليات. اندلعت معارك عنيفة بين الجيش الوطني وميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية فجر اليوم الأربعاء في الجبهات الواقعة جنوب غرب الجوف. وقالت قيادة المنطقة العسكرية السادسة إن قوات الجيش الوطني تمكنت من دحر ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية في عدد من الجبهات. أكدت المنطقة السادسة أن الميليشيا تكبدت عشرات القتلى والجرحى، بالإضافة إلى أسرى بينهم قيادات في صفوف الميليشيا المتمردة. يأتي هذا فيما شنت مقاتلات التحالف العربي غارات عدة استهدفت آليات وتعزيزات حوثية، ما أسفر عن تدميرها بالكامل. وتشهد محافظة الجوف معارك عنيفة للشهر الثاني على التوالي،
تكبدت فيها الميليشيا خسائر كبيرة، فيما فشلت في إحراز أي تقدم على مواقع الجيش. قامت اليوم الميليشيا بشن هجوم فاشل على بعض المواقع، والحمد لله تم دعسهم وكسرهم ولله الحمد بقوة الله عز وجل وسواعد الأبطال حمران العيون. فنهدي هذا النصر لقيادتنا السياسية، ونهدي هذا النصر للأخ محافظ المحافظة قائدنا ورمزنا وتاج روسنا. فنبشر كل المقاتلين اليوم انتصارات كبيرة وخسائر كبيرة في صفوف العدو بفضل الله عز وجل. احنا اليوم في جبهة المحزمات، معارك تدور من الصباح مع الميليشيا، ولا زالت إلى هذه اللحظة والمعارك هي شدها، وقد انكسر العدو شن هجوم اليوم على الجيش الوطني، ولكن بفضل الله عز وجل وفضل الأبطال تم دحره من هذه المواقع، وتم دحره من التقدم حقه وكسره، وبفضل الله عز وجل سوف نواصل التقدم والمسير إلى العاصمة صنعاء وجميع أنحاء اليمن. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف العقيد عارف ناهض، أحد ضباط الجيش الوطني في الجوف. عقيد عارف، ضعنا في صورة معارك اليوم والانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني في الجوف. مرحبا بك أستاذ محمد وبالأستاذ المشاهدين الكرام. بالنسبة فيما يتعلق بمستجدات الوضع في جبهات الجوف بشكل عام، كما أشرتم في تقريركم وكما تبين في المداخلة العميد علي محمدي والمتحدثون، جرت مواجهات عنيفة في جبهات الحليف وجبهات المحزمات وجبهة الصفراء، أثرت عن سيطرة أبطال المنطقة السادسة على عدد من المواقع وعلى اغتنام عيار 14.5 ومدفع 120 وعلى أسر أحد المشرفين وعدد من قتلى الحوثيين الذين يعني لا تزال جثثهم في مواقع الجيش الوطني الذين سيطر عليها اليوم أبطال المنطقة العسكرية السادسة. الحوثي لا يزال يحفد بقواته ويحاول جاهدا في يعني على مدى الشهر مضى باحداث اي اختراق ولو بسيط في اي جبهه من جبهات الجوف، الا انها منية بالفشل العظيم. ونستطيع القول ان المنطقه العسكريه السادسه وابناء الجوف نجحوا بفضل الله في معركه التصدي ومعركه افشال زحف ميليشيا الحوثي على محافظ الجوف، وبداوا في الانتقال في ان شاء الله في مرحله التحرير ما تبقى من المناطق والاراضي تحت ايدي ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الجوف بشكل خاص وفي اليمن بشكل عام بإذن الله. ضعنا في صورة التضاريس، تضاريس المعركة، أين هي المعارك المشتعلة ضد ميليشيا التمرد وفي أي اتجاه وما هي المناطق؟ نعم أخي الكريم، بالنسبة للجبهات الجوف بشكل عام تشهد يعني اشتعال جبهات الجوف بشكل عام، سواء الجبهات في مديرية خبو الشعب في العقبة أو جبهات المتون سواء في حام أو في جرعوف، وجبهات السلاح والغرفة التي هي شرق أرحب، تقع شرق أرحب في أطراف يعني مدينة المصلوب شرق أرحب، أو جبهات الغيل المحاذية لجبال يام ميمنة نهم، وكذلك الصفراء ومجدر التي هي تقع أيضا على ميمنة نهم. الصفراء ومجدر يعني المحددة لمأرب، هي تتبع إداريا المأرب ولكنها على ميمنة الفرضة. إذن أمام هذه المعارك الطويلة والجبهات المتعددة، ما الذي يحتاجه الجيش الوطني حتى يستطيع أن، وقلت أنه تحول من الدفاع إلى الهجوم، هل نحن أمام صدد التوجه إلى حرف سفيان ومن ثم قطع شريان صعدة بصنعاء والدخول نحو صنعاء؟ نعم أخي محمد، هذا سؤال كبير، السؤال الذي طرحته هو سؤال كبير والسؤال الذي يدور في صدور كل يمني حر سواء من أبناء الجيش الوطني أو من أبناء الشعب اليمني الذين ينتظرون الخلاص من الميليشيا الحوثي على أحر من الجمر. ما الذي يحتاجه الجيش الوطني حتى يتخلص الشعب اليمني من هذا الكابوس؟ أخي الكريم، نحن لا نحتاج إلى معركة التبة والتبتين التي مضت عليها وعرف الشعب اليمني على مدى 5 سنين أصبحت معارك التبة والتبتين محل سخرية منها، ولكن الشعب اليمني ينتظر من القيادة السياسية العليا ومن قيادة الجيش الوطني أن يستعد ويعد لمعركة فاصلة مع ميليشيا الحوثي
ليس عنوانها وليس هدفها السيطرة على تبه أو على جبل أو على مديرية، وإنما استعادة كامل الجمهورية اليمنية. الشعب اليمني ينتظر على أحر من الجمر في صنعاء وفي عمران وفي الحديدة وفي كل مناطق الجمهورية اليمنية التي أزالت تحتها وصارة ميليشيا الحوثي الخلاص من هذا الكهنوت الذي جثم على صدر الشعب اليمني على مدى 5 سنين مضت. وبالتالي على القيادة السياسية والعسكرية أن تعلن التوبة من حرب التباب. هذه لم تعد حرب أخي الكريم، ولكن نقول بالفم المليان وبالوضوح وبلا مواربة وبلا مداهنة، نريد قرارا سياسيا على مستوى قيادتنا الشرعية، سواء الرئيس عبد الرب المنصور هادي أو من تحت في السلم القيادي والإداري، أن يتبنوا معركة الخلاص، وأبطال الجيش الوطني قادرون على تحرير كل نعم. المحافظات التي تقع سيطرة ميليشيا الحوثي. العقيد عارف ناهض أحد ضباط الجيش الوطني في الجوف، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. دشنت مبادرة حرائر الجوف توزيع سلال غذائية لأسر شهداء ومرابط الجيش الوطني تحت شعار أخلفوني في أهلي، وتهدف المبادرة إلى تفقد أسر الشهداء والمرابطين الذين يفتقدون لأي مصادر دخل أخرى غير مرتباتهم. وأكدت حرائر الجوف وقوفهن ومساندتهن لأبطال الجيش الوطني، وتستهدف المبادرة في المرحلة الأولى 100 أسرة، وتأتي هذه المبادرة ضمن المساندة المجتمعية لأبطال الجيش الوطني في معركته ضد ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية. طبعا هذه الحملة تكون لأسر الجرحى والشهداء والمرابطين والأسرى، ونقول لكل مجاهد، لكل الجيش الوطني، نشكره على صموده في هذه الجبهات، ونقول اثبتوا فالله معكم، الله ناصركم، ونحن معكم أينما كنتم. ونقول رسالتي إلى كل يمني غيور في على وطنه أن يهبوا هبة واحدة، وأن لا حاجة للاختباء في البيوت، وأن يوقفوا وقفة واحدة في وأن يصمدوا صمدة واحدة لدحر هذه الميليشيات، هذه الكهنوت الظالم الذي المعتدي على هذه المحافظة وعلى اليمن بشكل عام. وأنا أقول لعبد إيران وليس عبد الملك، لو كان عبد الملك ما قتل عبيد الله عز وجل، إن مقبرتك في الجوف بإذن الله عز وجل، ونحن صامدون رجالنا ونساؤنا وأطفالنا، ونحن واقفون وقفة واحدة. ها نحن حرائر الجوف ندشن اليوم الحملة الثالثة التي سبقتها حملات، الحملة الأولى حملة الكعك، والحملة الثانية حملة جراحكم، جراحنا بتقديم وجبة الغداء للجرحى في مستشفى الجوف العام، وها نحن اليوم ندشن الحملة الثالثة، حملة من يخلفني في أهلي، بدعم من المواطنين والمواطنات في المحافظة والخيرين الذين لبوا نداء الدعم لهؤلاء الأبطال الذين يجاهدوا عنا وعن أعراضنا وعن أوطاننا وعن تراب هذا الوطن الغالي. في السلم والحرب والمنشط والمكره تسجل المرأة اليمنية حضورا مائزا في معترك النضال الوطني وساحة الدفاع عن الجمهورية وكرامة الإنسان اليمني وحريته. قوافل الغذاء إلى جبهات الشرف والفداء تجسد أصالة المرأة اليمنية وفرادة وعيها بطبيعة المعركة الوطنية المصيرية ضد الكهنوت الإمامي البغيض. في رائحة الخبز ونكهة الكعك الذاهب إلى جبهات الشرف والأبطال المناضلين في قمم الجبال وسفوح الأودية، ما يكشف عن عبق الأصالة في روح المرأة اليمنية التي تلعب دورا حيويا هاما في كل معتركات النضال الوطني ومجالات التنمية والتضحية والحياة. قافلة غذائية متكاملة هي الثانية في غضون أقل من أسبوع تسيرها حرائر اليمن في محافظتي مأرب وإب إلى الأبطال المرابطين في الخطوط الأمامية في جبهات هيلان ومشجح. تقول حرائر اليمن إنها أقل القليل من واجبهن تجاه أبطال الجيش الوطني الذين يذودون عن حياض الجمهورية وحمى اليمن الكبير.
وكانت حرائر اليمن سيرت قافلة غذائية قبل أقل من أسبوع بالتعاون مع مؤسسة وطن لدعم الجيش الوطني، فيما مثلت تبرعاتهن المادية أيضا رقما قياسيا في حملات الدعم التي تبنتها المؤسسة. يقول أبطال الجيش الوطني إنهم يستشفون في رائحة الخبز نسيم يمنهم العليل وعبق الحرية والنصر الكبير، وإن هذا الدعم يدفعهم للثبات أكثر تحقيقا لأشواق الأمهات وبناتهم تبع وحمير اللواتي طالتهن الحرب الحوثية بكثير من العنف والقمع والتشرد وبشكل غير مسبوق في تاريخ المرأة اليمنية. وتحضر المرأة اليمنية في مرحلة الحرب الراهنة في ساحات النضال الحقوقي دفاعا عن المختطفين، وفي مجالات المبادرات النسائية في ساحات التعليم والصحة والتنمية والعمل الإنساني، لتسد بدورها ثغور الحياة واحتياجات الواقع في ظل انشغال الرجال الأحرار بمعركة المصير وسد الثغور في جبهات البحر والجبل والصحراء والوادي. سير أبناء محافظة المحويت اليوم الأربعاء قافلة غذائية إلى أبطال الجيش الوطني في المنطقة العسكرية السابعة، وتضم القافلة عددا من السيارات محملة بالمواد الغذائية والمؤن لمساندة أبطال الجيش الوطني في المنطقة. وقال الشيخ صالح الخولاني إن هذه القافلة تأتي ضمن الدعم والإسناد الشعبي الذي يقوم بها المجتمع لمساندة الجيش الوطني ودعم الجنود المرابطين، مشيدا بالجهود التي قام بها مشايخ ووجهاء محافظة المحويت في الإعداد والتنظيم لهذه القافلة للمرابطين في جبهات القتال في سبيل تحرير الوطن من الميليشيا الإرهابية الحوثية. ودعا الشيخ الخولاني إلى النفير العام وإسناد أبطال الجيش الوطني في معركتهم ضد التمرد الحوثي. من جهته حي وكيل محافظة المحويت الأستاذ علي الخطيب أبطال الجيش الوطني، وقال إن محافظة المحويت تقف إلى جانب الجيش الوطني بالمال والرجال منذ بداية الانقلاب، ولن تتوانى لحظة واحدة في التضحية بالغالي والنفيس فداء لهذا الوطن العظيم. وكان في استقبال القافلة العميد ركن عبد الرقيب دبوان قائد اللواء 121 مشاة وأركان عمليات اللواء وعدد من الضباط والصف والجنود. باسم أبناء محافظة المحويت وعلى رأسهم الدكتور صالح صميع محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي، قمنا في هذا اليوم المبارك يوم الأربعاء 26 من شهر فبراير 2020 بهذه القافلة المتواضعة للمجاهدين والمقاتلين من أبناء الجيش الوطني في المنطقة السابعة. هذه القافلة المتواضعة ليست الأولى ولم تكن الأخيرة بإذن الله تعالى، سواء في المنطقة السابعة أو غيرها من المناطق. فما يقدمه أبناء الجيش الوطني لهذا الشعب الأبي يعني الكثير، فقد قدموا الكثير، قدموا دماءهم، سهروا من أجل تأمين أبناء اليمن، تحملوا الصعاب من أجلنا ومن أجل هذه البلاد الطيبة وهذه الأرض المباركة. فقليل في حقهم مهما قدمنا لهم من دعم ومن إسناد، ونشكرهم شكرا جزيلا، ونقول والله والله إنا نحن بكم ولن نستغني عن ظهرنا وسندنا الذي هو أنتم، فأنتم إحنا بكم وبغيركم لا نسوي شيء. هذا وطن مثل ما نحن نضحي بأوقاتنا وبجهودنا وبما نستطيع، أنتم أيضا لم تنسوا هذا الموقف الرائع والشامخ، أن جئتم لترفعوا معنوياتنا التي لن يهزها أي شيء، لن يهزها انكسار ولن يهزها أي تأثير ولا فوضى ولا شغب ولا أي شيء داخل الصف يخلخل هذا الصف، لن يتزعزع. واليوم زدنا شموخا وثباتا وزدنا يقينا وإيمانا بأننا لا نحارب الحوثي ولا المتمردين ولا الانقلابيين وحدنا، وإنما يحاربه الشعب اليمني كله، وهذا دليل واضح بهذه القافلة التي وصلت إلينا. فشكرا لكم وشكرا جزيلا للجميع، ونحن سنثمن جهودكم وتبرعاتكم للوقوف مع هذا مع الجيش الوطني، وأيضا لن ننسى لكم هذا الموقف ولن ينسى لكم التاريخ ولا الوطن، ونعاهدكم بإذن الله طالما أنتم معنا وتساندوننا سنثبت في أماكننا.
شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع وتجمعات ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية في مديرية ولد الربيع التابعة لقيفة بمحافظة البيضاء. وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف استهدفت مساء أمس استهدفت تجمعات لميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية في جبل رابضة الواقع شمال شرق جبال سبيل في قيفة بعد انقطاع استمر شهور طويلة. إلى ذلك قصفت ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية منازل وممتلكات المدنيين في قرى الحبج بمديرية الزاهر آل حميقان. في الضالع دارت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الحوثية المتمردة المدعومة من إيران في جبهات الفاخر والجب والجب غرب قعطبة. وتركزت الاشتباكات وفقا لمصدر عسكري في مرخزة والفاخر والجب وصبيرة وحبيل العبدي وسقط على إثرها قتلى وجرحى في استهداف مدفعية الجيش الوطني لتجمعات وآليات ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية. وفي جبهة مريس أكد مصدر عسكري في اللواء 83 مدفعية مصرع 3 حوثيين وإصابة آخرين برصاص الجيش الوطني شمال الجبهة. رحبت الحكومة الشرعية باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن تجديد نظام العقوبات في اليمن. وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي إن النتائج التي توصل إليها تقرير فريق الخبراء المعني باليمن تعكس أهمية الدور الذي ينبغي على مجلس الأمن القيام به لإنهاء المعاناة الإنسانية والأثار المدمرة للحرب التي تشنها ميليشيا الإرهاب الحوثية بحق أبناء الشعب اليمني. وأشار السعدي إلى أن ميليشيا الحوثي لا تزال تستقبل الخبراء الإيرانيين وتتلقى الدعم العسكري والأسلحة من النظام الإيراني في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المستهدف. وجدد السعدي إدانة الحكومة اليمنية لكافة الانتهاكات الحوثية التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وفي مقدمتها ما تتعرض له النساء من اختطاف واحتجاز تعسفي وتعذيب واغتصاب في مراكز اعتقال سرية لميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية. ودعا السعدي إلى محاسبة الميليشيا الحوثية عن اختطافها للأطفال من مدارسهم والزج بهم في الصفوف الأمامية لجبهات القتال ولعدوانها ضد اليمنيين. وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد مساء أمس قرارا دوليا جديدا يقضي بتجديد العمل بالعقوبات الدولية المفروضة على اليمن لمدة عام واحد. وتضمن القرار الأممي الجديد تجميد أرصدة وحظر سفر على أفراد وكيانات تهدد الأمن والاستقرار في اليمن. كما جدد قرار مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن إلى سنة 2021. وأقر مجلس الأمن مشروع القرار 2511 الذي يشدد على أهمية وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه. بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي اليوم مع وزيرة خارجية مملكة السويد آن ليند تطورات الأوضاع في اليمن وأفاق الحل السياسي. وثمن الحضرمي دعم السويد للحكومة الشرعية وجهود تحقيق السلام، وأكد على أهمية تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ اتفاق السويد قبل الانتقال إلى جولة جديدة من المفاوضات. وجدد وزير الخارجية إدانته للممارسات والانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي في المناطق التي ما زالت تحت سيطرتها واستمرارها في فرض قيود على العمل الإنساني. من جانبها قالت وزيرة خارجية السويد إن بلادها ستبذل كل جهود ممكنة للمساعدة في إيجاد حل سياسي للنزاع في اليمن. قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إنه سيبحث في اجتماع بالأردن مع مجموعة متنوعة من اليمنيين المعنيين
الطرق الممكنة لاستئناف عملية سياسية لتحقيق السلام. وأوضح جريفيث عبر حسابه في تويتر أن الاجتماع سيكرس لمناقشة الطرق الممكنة اتخاذها لاستئناف عملية سياسية تشمل الجميع وتحقق السلام المستدام في اليمن. ولم يحدد جريفيث من هم اليمنيون المعنيون الذين سيشاركون في الاجتماع أو عددهم. ويسعى جريفيث لإحياء عملية السلام في اليمن في وقت تشهد العمليات العسكرية تصاعدا متزايدا في المحافظات الشرقية والشمالية، إضافة لمواجهات محدودة في الساحل الغربي. توقع مصدر حكومي أن تقضي المشاورات القائمة في الأردن بين ممثل الشرعية وميليشيا الحوثي إلى حسم نهائي لقوائم الأسرى والمختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم بموجب الاتفاق الأخير والذي يشمل أكثر من 1400 شخص من الطرفين. أكد المصدر الحكومي المطلع على سير المفاوضات للشرق الأوسط إن هناك تفاؤلا بأن يتم التوصل إلى إقرار الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها في قائمة نهائية رغم العراقيل الحوثية المستمرة في هذا الجانب بحسب تعبيره. أوضح المصدر الحكومي إن ميسري النقاشات في مكتب أو مسير النقاشات في مكتب المبعوث الدولي في اليمن مارتن جريفيث يبذلون جهودا متواصلة لتذليل نقاط الخلاف حول قوائم الأسماء التي تحاول الجماعة الحوثية التلاعب بها. حولت ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية محافظة الحديدة إلى أنفاق وخنادق ومتارس تخنق الحياة وتختطف أرواح المدنيين وتطوق المزارع والطرقات والشوارع والمنازل والمنشآت الخاصة والعامة في مشهد إجرامي يعكس جوهر مشروع الموت الحوثي. نتابع. هكذا تظهر التخوم الشرقية الشمالية والجنوبية لمدينة الحديدة في الصور التي التقطت من الأرض أو السماء، فخنادق الموت وأنفاق الدمار والحواجز الإسمنتية والحاويات التي نصبتها ميليشيات الحوثي في كل اتجاه أحالت الحديدة إلى كانتونات صغيرة وشوارع مقطوعة وطرقات محفرة ومنازل وأحواش نفذ إليها كل هذا الحقد اليومي الأسود. والله إنهم يبكون الآن من كثرة الخوف والفزع الذي لحق بهم من هؤلاء الميليشيات الحوثيون. والله إنهم يعني أبثوا في المواطنين أبث لا يعلم به إلا الله عز وجل. حقد يتسع كل يوم وينفذ إلى الأرياف والسواحل والمزارع والمراعي في حرب إرهابية يومية تشنها ميليشيات الحوثي منذ 5 سنوات على تهامة اغتالت فيها حياة السكان وشوهت وجه المدينة وعرقلت حركة الناس وأوقفت طرق الإغاثة وغدا السفر شاقا ومرهقا وطويلا من وإلى الحديدة لتغدو هذه المحافظة محاصرة ومنكوبة لمئات من الأنفاق والحواجز والمتاريس والخنادق في مشهد يومي تتسع دوائره الجهنمية في وجه عروس البحر الأحمر، إذ صار أخاديد محفورة في الأرض وتجاعيد الرعب والقلق والتعب بادية في وجوه السكان. نحن اليوم متواجدين محافظة الحديدة مديرية الحالي قرية المصري، فتم الحوثي بتدمير هذه المنازل المواطنين، فدمر هذا المنزل وخرج أهله. هذه الحرب وسعت ميليشيات الحوثي من أدواتها الجهنمية، فباتت ترصد وتحصي أنفاس المدنيين بالطائرات المسيرة وتستهدف بها المناطق والمواقع الحيوية كالمستشفيات ومواقع مراقبة وقف إطلاق النار والمناطق والمنشآت الصناعية والزراعية. وصارت المنافذ البحرية التي تسيطر عليها الميليشيات منافذ تهريب لوسائل الموت والدمار الإيراني إلى اليمن. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية محافظة الحديدة. طالب الدكتور الحسن طاهر محافظ محافظة الحديدة بالمزيد من الضغط على ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية لتنفيذ بنود اتفاقية ستوكهولم المتعلقة بالحديدة لإنهاء حالة التمرد والانقلاب الحوثي وإيقاف نزيف الدم. جاء ذلك في اللقاء الذي جمع محافظة الحديدة ومدير عام شرطة المحافظة عضو الفريق الحكومي للجنة إعادة الانتشار العميد نجيب أحمد ورق اليوم مع جنيد منير نائب رئيس البعثة وإليزابيث
الخضري مسؤول الشؤون السياسية العسكرية في السفارة الأمريكية لدى اليمن في مقر إقامتهم بالرياض. وشدد المحافظ على أهمية تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتجنب أي أعمال أو ممارسات من شأنها إثارة العنف في كافة المديريات المحررة، وتفعيل المكاتب التنفيذية بالمحافظة واستعادة بقية المديريات إلى حضن الدولة، بالإضافة إلى فتح معابر إنسانية رئيسية لتسهيل عبور المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية، وكذا تسهيل تنقل المدنيين الراغبين في مغادرة مناطق سيطرة الميليشيا. وأكد الدبلوماسيان الأمريكيان دعم بلادهما لجهود تثبيت الأمن واستتبابه في الحديدة، ودعم الحكومة اليمنية في جهودها لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وتنفيذ القرارات الدولية، لا سيما القرار رقم 2216. نشدت جامعة العلوم والتكنولوجيا الجهات الرسمية المسؤولة والجهات القضائية المعنية وكافة وكذا العقلاء والمخلصين لهذا الوطن الذي أصبح وضعه يرثى له بضرورة الضغط على المعنيين بالأمر في صنعاء لسرعة وقف الإجراءات التعسفية والجائرة التي تم اتخاذها ضد الجامعة وقيادتها الإدارية والأكاديمية والمستشفى الجامعي التابع لها. وشدد بيان صادر عن الجامعة على الاحتكام إلى القضاء والقانون للمحافظة على حقوق المستثمرين وحقوق العاملين والمتعاملين مع الجامعة والحقوق العامة للمجتمع والحق الإنساني لرئيس الجامعة. وقال البيان إن الجامعة سعت منذ تأسيسها لأن تقدم خدماتها وفقا للمتطلبات والقواعد القانونية ومعايير الجودة ذات العلاقة، بعيدا عن أي حسابات أو اعتبارات ضيقة. كون المؤسسون لها ومساهمون فيها من رجال المال والأعمال المهتمون والعاملون في مجال الاستثمار التجاري والحريصون على مصلحة البلد. وقال البيان إن الجامعة تقدم الخدمات بمهنية وشفافية عالية دون الالتفات لأي اعتبارات أخرى. وعبرت الجامعة في بيانها عن أسفها عن ما اتخذ من إجراءات تعسفية ضد الجامعة وقياداتها تحت مبررات واهية غير قانونية وغير أخلاقية، وعن طريق جهات غير مختصة، مشيرة إلى أن الأمر وصل بتلك الإجراءات إلى الاستحواذ على ممتلكات ومرافق وحقوق الجامعة والمستشفى الجامعي التابع لها واحتجاز رئيسها. وأكدت الجامعة التمسك بحقها القانوني والشرعي لاستعادة المؤسسة والمحافظة عليها وتعويض ما ترتب على ذلك من أضرار عبر القضاء المحلي أو غيره. وأهابت الجامعة بكافة المنظمات والهيئات والمؤسسات الحقوقية والتعليمية والمهنية العربية والدولية بضرورة التدخل والضغط على الميليشيا بالأمر على الميليشيا والمعنيين بالأمر في صنعاء بضرورة احترام الحقوق القانونية والاجتماعية والإنسانية وعدم إهدار تلك الحقوق. قالت مصادر محلية في إب إن ميليشيا الحوثي أجبرت مدراء المكاتب التنفيذية ومسؤولين من مختلف مديريات المحافظة على حضور دورات تحريضية طائفية في العاصمة صنعاء. وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا الحوثي تسعى من خلال الدورات إلى حوثنة المجتمع المحلي في إب الرافض لمشروع الكهنوت الحوثي. وكانت ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثي أخضعت في وقت سابق مدراء المراكز التعليمية وقيادات تربوية وجهات اجتماعية من أبناء محافظة إب لدورات طائفية كهنوتية إمامية في العاصمة صنعاء، واستمرت لأكثر من أسبوعين. أكد محافظ شبوة محمد صالح بن عدي على ضرورة الإسراع في إصلاح أنبوب النفط واستئناف عملية التصدير. جاء ذلك خلال زيارته لخط أنبوب النفط الذي تعرض لعمل تخريبي يوم الجمعة الماضي في منطقة لهية بمديرية حبان. وقال المحافظ إن الأجهزة الأمنية ستتعامل بحزم مع كل من يسعى لاستهداف المصالح العامة وعملية التنمية بالمحافظة. نشرتنا مستمرة وفيها
مكتب الصناعة والتجارة بتعز يتلف كمية من المواد المقلدة والمهربة. اختتام المسابقة العلمية الثقافية والمنهجية لطلاب الثالث الثانوي بمأرب. افتتح وزير الثروة السمكية فهد كفايد شركة أرزاق للأسماك والأحياء البحرية المحدودة بمنطقة الشحير بمحافظة حضرموت شرقي اليمن. وأشاد الوزير كفايد في منشور له على صفحته الرسمية الفيسبوك بالتجربة الناجحة للمشاريع الاستثمارية في القطاع السمكي بحضرموت. وأعرب كفايد عن شكره وتقديره للسلطة المحلية بالمحافظة التي تقدم للمستثمرين كافة التسهيلات اللازمة للاستثمار في هذا القطاع الواعد، مشيرا إلى أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم افتتاح مشاريع سمكية جديدة في حضرموت والمحافظات الأخرى ضمن خطة الوزارة لتنشيط القطاع السمكي باليمن. وصلت شرارة ثورة فبراير إلى كل محافظات ومديريات اليمن، وكان لشباب تريم بمحافظة حضرموت نصيبا في المشاركة في فعاليات الثورة. في التقرير التالي يروح لنا العم سعيد بمحيمد أو محيمود تجربته، أو يتحدث عن تجربته في مشاركته لشباب الثورة في تريم. حينما انطلقت ثورة الشباب السلمية في العاصمة صنعاء لم تكن محصورة على العاصمة فحسب، بل وصلت شرارتها إلى كل أنحاء الجمهورية، وصلت إلى هنا إلى مدينة تريم بمحافظة حضرموت شرق اليمن، حيث احتوت هذه الساعة مجموعة من المتظاهرين السلميين. أيضا نصبت في هذا المكان مجموعة من الخيام، وأيضا أقيمت مجموعة من الفعاليات المختلفة، فالشباب مختلف انتماءات شاركوا في هذه الثورة السلمية. أيضا من ضمن المشاركين في هذه الثورة العم سعيد. العم سعيد يحمل روحا شبابية، عنده حب التغيير وأيضا حب التطلع إلى المستقبل الأفضل. العم سعيد، لماذا أنتم خرجتم ثورة؟ طبعا نتيجة الظلم والاضطهاد، كل العالم تقوم بثورات في نتيجة الظلم، والثورة مستمرة إن شاء الله إلى أن تحقق أهدافها. الشيء الثاني ضروري الثورة الخارجية السلمية، والآن دخل فيها الدخايل والعملاء ودخل فيها الرصاص، أصبحوا الآن الشباب في الميادين، ولا يمكن يخرج من الميادين إلا يحقق الميادين إلا حتى يحققوا أهدافهم، وربنا إن شاء الله يوفقهم ويثبت أقدامهم إن شاء الله. بالنسبة لذكرياتي حقيقة أنا بالسن هذا واحتكاكي بالشباب يعني فوجئت بالعمل الدقيق هذا، تحركت فورا وتابعت لهم في توفير الخيام والاعلام، تفصيل الاعلام. بالنسبه للمسيرات اللي حصلت في هذه الساحه، طبعا يتجمعون في هذه الساحه العظيمه الواسعه، ومن ثم بعد الهتافات وبعض الكلمه اللي يعملها احد الثوار الشباب تنطلق الثوره من هذه الساحه الى ساحه القصر، ومن ثم تأخذ يولق للتواهي وتعود بالهتافات. شعب واحد وكلمة واحدة، كلام الشعب ما فيها كلام، شعب واحد وكلمة واحدة، كلام الشعب ما فيها كلام، وإنها الظلم كرم موعدا، يا يمن حان تغيير النظام، يا يمن حان تغيير النظام. أتلف مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز وبحضور وكيل نيابة البحث والأمن والجودة القاضي عبد السلام عبد الله صبر وممثلون عن النيابة، أتلفوا كمية من المواد المقلدة والمهربة والتي تم ضبطها خلال متابعة الأسواق ومراقبتها. وخلال عملية الإتلاف أكد وكيل نيابة البحث والأمن على الدور الذي يلعبه مكتب الصناعة والتجارة في مراقبة الأسواق وحماية المستهلك والاقتصاد من التلاعب،
بدوره قال مدير مكتب الصناعة والتجارة بتعز إن موظف المكتب يبذلون جهودا في مراقبة الأسواق وحماية العلامة التجارية الخاصة بالمؤسسات. طبعا احنا معانا الإتلاف بعض المخلدات والمزور، وهنا تكمن أهمية ذلك أن هذا المنتج يعتبر من أدوات التجميل وله تأثير على المستخدم. طبعا هو يعتبر كريم الفحم، وهناك أكثر من نوع ويلامس جسم الإنسان. طبعا هذا يعني يعتبر مزور ومقلد لمنتج الهيثم ومقره في عدن، وهناك جهود مشتركة مع مباحث الأموال العامة ومع الأخوة في النيابة على يعني البحث عن تلك المنتجات المخلدة والتي تضر بالإنسان. تسعى السلطة المحلية في تعز للتخفيف من مشاكل مياه الصرف الصحي وطفحها المتزايد في عدد من شوارع المدينة، حيث دشنت السلطة مشروعا لإعادة رسم مسار وصيانة مجاري مياه المدينة. بتمويل من المجلس المحلي بمحافظة تعز، أزيح الستار اليوم عن مشروع استبدال خط الصرف الصحي بمديرية المظفر، وبهذا المشروع سيتخلص جزء من المدينة من مشاكل طفح المجاري والشبكة المتهالكة. وهذا أحد المشاريع الاثنى عشر المنفذة من قبل المجلس المحلي. هذه المشاريع التي استهدفتها خطة التطبيع في محافظة تعز من أجل استكمال التطبيع في هذه المدينة المحاصرة منذ 6 أعوام، شملت هذه المشاريع جامعة تعز والصرف الصحي ومبنى الاستخبارات العسكرية وكلية المجتمع الذي كانت معروف سابقا في المدرسة السعودية. معنا مشاريع تنفذها منظمة كير ومشاريع تنفذها المحافظة. بالنسبة لمنظمة كير الآن بدأت بثمانية مشاريع، في معنا تقريبا 12 مشروع بإبداع، حدود 22 مشروع من منظمة كير. أما بالنسبة للمحافظة معها مشروع القراقير، مشروع شارع جمال ينفذوه الآن تنفيذ حالي. الآن وضعنا حجر الأساس اليوم لمنطقة القراقير بالباشا وشارع جمال الآن هنا. وهناك مشروع بمنطقة المباجر غرب المدينة، مشروع جديد سيخدم منطقة واسعة من السكان وبدأ تنفيذه بالفعل. طبعا المنطقة كانت هنا محرومة من الخطوط المجاري ومستخدمين بيارات، والبيارات تطفح، لكن حاليا عندما يتم تنفيذ خطوط المجاري الرئيسية حتجمع مع مجاري أخرى في بير باشا، حتحل المشكلة هذه من ناحية البيئية. يعني أنا أرى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح. تعز تعاني الكثير والكثير بسبب ما تعرضت له من حرب وتدمير في البنية التحتية كامل. يعني الآن افتتاح المشروع هذا الصرف الصحي، هذا إنجاز كبير. شبكة تعز شبكة متهالكة متآكلة، نحن نرى المياه المجاري تطفح في الشوارع. نتمنى من السلطة المحلية أن تنجز وأن لا تكون وعود وإنما هي أفعال. كما تشهد المدينة عدة مشاريع لتمديدات مياه الاستخدام المنزلي، وبهذه المشاريع ستشهد تعز استقرارا وعودة للحياة وأملا عند المواطن بأن الدولة مهتمة به وبمعيشته وهمومه اليومية. اختتمت في محافظة مأرب فعاليات المسابقة العلمية والثقافية المنهجية لطلاب الثالث الثانوي، والتي تنظمها إدارة الأنشطة المدرسية بمكتب التربية والتعليم بالمحافظة. وأكد مدير الأنشطة بمكتب التربية بمأرب إبراهيم الجرادي أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الطلاب وطالبات واكتشاف مواهبهم ومهاراتهم وتعزيز قدراتهم التشاركية في العمل بروح الفريق الواحد ومعرفة مدى استيعابهم للمناهج الدراسية. وقال الجرادي أن المسابقة يشارك فيها 45 طالبا وطالبة من 7 مدارس حكومية وخاصة من مختلف مديريات المحافظة. وكانت ثانوية بلقيس للبنات من مديرية المدينة قد حصلت على الترتيب الأول، فيما تلتها مدرسة الثورة بمديرية حريب، ومن ثم مدرسة الفتح بمديرية الوادي. و
بالنسبة لتقييم البرنامج الأنشطة المدرسية بشكل عام، هناك لدينا برنامج زمني محدد بآلية تنفيذية تتم طول العام، منها برامج كثيرة ومن ضمنها برنامج المسابقة العلمية الثقافية والملتقى العلمي، تم تنفيذها الحمد لله واستطعنا أن نتجاوز البداية وختمناها بالنهاية بالمسابقات العلمية الثقافية المنهجية، وكانت النتائج طيبة كان التنافس قوي وهناك إبداعات ومواهب قدمت خلال فترة المسابقات. نشرتنا انتهت وعود إلى أهم عناوينها. رئيس الجمهورية يوجه بمحاربة الظواهر الدخيلة على المهرة والاهتمام بالخدمات والتنمية. الجيش والتحالف يدكان مواقع وتعزيزات الميليشيا الحوثية في نهم ومصرع العشرات في الجوف. الحكومة ترحب بقرار مجلس الأمن الخاص بدعم وحدة اليمن وسيادة واستقلاله وتجديد عقوبات المهددين لأمنه واستقراره. للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سهيل.net وعلى صفحتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام. في أمان الله.